جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من الفضل لمن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة؟ هل هناك فضل في هذا؟ أرجو تبيان هذا، جزاكم الله خيرا. لا شك أن يوم الجمعة وليلة الجمعة زمان فاضل، يعني يوم الجمعة هو سيد الأيام وهو أفضل أيام الأسبوع، وله خصائص كثيرة عظيمة، من أعظمها صلاة الجمعة فيه، فهو يوم عظيم، ومن مات فيه أو في ليلته يرجى له الخير لأنه مات في وقت فاضل.